مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، طلاب المرحلة الثانوية صف 11 مادة الجغرافيا بمدارس الأندلس الخاصة، مرحبا بكم في درس جديد، وعنوان درسنا اليوم الزراعة في قارة آسيا. وهدفنا من درس اليوم أن نقارن بين أنماط الزراعة في قارة آسيا. أنت تستنتج عزيزي الطالب أهم المحاصيل الزراعية التي تنتجها قارة آسيا، وأن تتعرف على أهم الدول إنتاجا للمحاصيل في قارة آسيا. طلاب الأعزاء، تعد الزراعة من أهم الأنشطة الاقتصادية التي توجد في قارة آسيا، حيث تمتلك القارة وحدها ثلث مساحة الأراضي الزراعية في العالم، أي حوالي 34%. وقد استطاعت الشعوب الآسيوية أن تستثمر كل المساحات الزراعية الموجودة عندها حتى في سفوح الجبال. هيا بنا أعزائي الطلاب نقارن بين أنماط الزراعة في قارة آسيا. طلاب الأعزاء، أريد منكم فتح الكتاب المدرسي على صفحة 54 حتى نحدد معا أنماط الزراعة على الخريطة. وكما تلاحظون أمامنا مفتاح الخريطة يوجد به عدة رموز: أنهار، الزراعة علمية واسعة باللون البرتقالي، الزراعة الكثيفة باللون الأخضر، الزراعة البسيطة باللون الأصفر الفاتح. وسنجد أن باللون البرتقالي توجد الزراعة العلمية الواسعة في عدة مناطق مثل شمال قارة آسيا وجنوب قارة آسيا في دول عدة مثل إندونيسيا وماليزيا. والزراعة الكثيفة باللون الأخضر نجدها في عدة مناطق في شرق القارة وجنوب القارة، وفي غرب القارة أيضا عند تركيا وبلاد الشام والعراق. أما الزراعة البسيطة في اللون الأصفر فنجدها في الشمال ووسط القارة. وكما تلاحظون أن اللون السائد في أنواع الزراعات هو اللون، أحسنتم، اللون الأخضر بالفعل، وهي الزراعة الكثيفة. ولقد ارتبطت الزراعة الكثيفة أعزائي الطلاب بمناطق وجود الأنهار عامة. هيا بنا أعزائي الطلاب نقوم بفتح الكتاب المدرسي على صفحة 55 لاستكمال الجدول المقارنة بين أنواع الزراعات. وسنبدأ أولا بالزراعة، أحسنتم أعزائي الطلاب، الزراعة البسيطة البدائية وخصائصها أنها يعمل بها عدد قليل من السكان لتوفير الغذاء محليا، أيضا تنتشر في أطراف الغابات ومناطق الحشائش حيث يتم إزالة مساحات منها وزراعتها، وبعد أن تفقد خصوبتها ينتقل المزارعون إلى مناطق أخرى، أي هذه المناطق المستقرة من حيث الزراعة. أما أماكن تواجدها فسنجدها تتركز في منغوليا في شمال قارة آسيا. وأهم المحاصيل بها هو محصول الكثافة، وهو نوع من نباتات أو الشجيرات المعمرة الخضراء، تحتوي على كميات كبيرة من النشا والدقيق الذين يتم استخدامهما في الغذاء. أما النوع الثاني وهو الزراعة الكثيفة وخصائصها أنها تزرع الأرض فيها أكثر من مرة، وتعتمد على العمالة اليدوية وأيضا على الآلات الزراعية. وأماكن تواجدها في الصين والهند، وأهم المحاصيل الزراعية بها الأرز والقطن. أما الزراعة الأخيرة فهي الزراعة العلمية الواسعة، أحسنتم أعزائي الطلاب، وخصائصها أنها تعتمد على مزارع واسعة وعلى أساليب علمية حديثة في طرق الري والتسميد والإنتاج، وذلك لتحقيق أكبر قدر من الإنتاج
وتصديره إلى الخارج، وتتواجد في دولة إندونيسيا وعدة دول، وأهم المحاصيل المطاط والشاي. كذا أعزائي الطلاب نكون قد عرفنا أنواع الزراعات في قارة آسيا، البسيطة البدائية والكثيفة والزراعة العلمية الواسعة. هيا بنا أعزائي الطلاب لنقوم بتعداد أنماط الزراعة في قارة آسيا. أحسنتم، الزراعة البسيطة البدائية والكثيفة والعلمية الواسعة. أحسنتم، بارك الله فيكم. ننتقل بعد ذلك لأهم المحاصيل الزراعية في قارة آسيا. وتصنف المحاصيل في قارة آسيا إلى ثلاثة أنواع أعزائي الطلاب، وهي محاصيل غذائية أي تؤكل، ومحاصيل ألياف أي تستخدم في الصناعة، ومحاصيل تجارية أي تباع بأسعار مرتفعة جدا. سنستعرض بعض الصور لبعض المحاصيل. مثل القمح والأرز والمطاط والجوت والشاي وقصب السكر والقطن والذرة والكتان. دعونا نصنف فيهما محاصيل غذائية وألياف وتجارية. سنجد أن الغذائية هي القمح والذرة والأرز. أما محاصيل الألياف هي الجوت، والجوت هو نوع من أنواع النباتات يستخدم في صناعة الحبال وصناعة السجاد، أيضا من الألياف القطن والكتان. أما بالنسبة للمحاصيل التجارية سنجد أنها مثل الشاي، قصب السكر، والمطاط الطبيعي. وتتفوق قارة آسيا في إنتاج المطاط الذي يستخدم في صناعة الإطارات، ويستخدم في صناعة العوازل الكهربائية. والمطاط يحتاج إلى أجواء حارة، لذلك تعتبر إندونيسيا من أهم الدول المنتجة للمطاط. طلاب الأعزاء، أريد منكم فتح الكتاب المدرسي معي على صفحة 56. أمامنا جدول بياني يوضح إنتاج المحاصيل الغذائية في قارة آسيا، وسنجد أن دولة آسيا أو قارة آسيا تنتج من القمح 28% من الإنتاج العالمي، ومن الذرة 28.5%، ومن الأرز 92% من الأرز. وإذا تحدثنا عن محصول الأرز سنجده بسبب ملائمة الظروف الطبيعية، لأنه يحتاج إلى أجواء حارة وإلى أنهار، فنجد أن الصين هي أولى الدول في إنتاج الأرز. أما بالنسبة لمحصول الذرة وهو يستخدم في قارة آسيا لإطعام الحيوانات، تعد أيضا دولة الصين الأولى في إنتاجه. أما بالنسبة لمحصول القمح الذي ينتج منه الدقيق وهو مصدر رئيسي للغذاء، فلا يكفي حاجة السكان في قارة آسيا، لذلك تقوم قارة آسيا باستيراده من الخارج. والقمح أيضا دولة الصين هي الأولى في إنتاجه. ننتقل بعد ذلك إلى محاصيل الألياف. نجد أن محصول الجوت إنتاج قارة آسيا فيه 50%، والكتان 60%، والقطن 67%. وإذا تحدثنا أولاً عن القطن، سنجد أن أولى دول العالم في إنتاجه هي دولة روسيا، حيث تنتج وحدها ثلثي إنتاج العالم. أما بالنسبة لمحصول الكتان، هو يستخدم في صناعة الملابس والمنسوجات، وتعد الصين هي الأولى في إنتاجه. أما محصول الجوت الذي تحدثنا
تحدثنا عنه منذ قليل يستخدم في صناعة الحبال ويدخل في صناعة السجاد، فتحتل في المركز الأول دولة بنغلاديش في إنتاج. ننتقل بعد ذلك إلى المحاصيل التجارية. المحاصيل التجارية سنجد أن المطاط الطبيعي إنتاج القارة منه 90% على مستوى العالم، ثم الشاي 80%، ثم قصب السكر 33%. وإذا تحدثنا أولا عن قصب السكر، سنجد أن دولة الهند هي أكبر دول العالم في إنتاجه، وحيث تسهم بثلث إنتاج العالم في قصب السكر. أما الشاي فسنجد أن دولة الصين هي أولى الدول في إنتاجه. أما المطاط الطبيعي فدولة إندونيسيا هي الأولى في إنتاجه. أعزائي الطلاب، سوف أطرح بعض الأسئلة أريد منكم الإجابة عليها. ما أكثر المحاصيل الغذائية التي تنتجها قارة آسيا؟ يمكننا الاستعانة بكتاب صفحة 56، سنجد أنه الأرز، والأولى في إنتاجه هي دولة الصين. أحسنتم. كم تبلغ نسبة إنتاج القارة بالنسبة للإنتاج العالمي من محاصيل القمح والجوت والشاي؟ إذا رجعنا إلى الجداول من صفحة 56 إلى صفحة 58، سنجد أن القمح 28%، أحسنتم، الجوت 50%، أما الشاي 80%، أحسنتم أعزائي الطلاب. أذكر المرتبة التي تحتلها آسيا في إنتاج القطن، وما هي أكثر دول القارة إنتاجا له؟ أحسنتم أعزائي الطلاب، هي الأولى، وأول دولة هي دولة روسيا في إنتاج القطن. أعزائي الطلاب، سوف نقوم بفتح كتاب المدرسي على صفحة 76 للإجابة عن السؤال الأول. تنتج قارة آسيا نحو 28% من الإنتاج العالمي لمحصول، أحسنتم، القمح. السؤال الثاني، أولى دول العالم في إنتاج الأرز هي، أحسنتم، الصين. وفي النهاية أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا. درسنا أولا أنماط الزراعة في قارة آسيا، ولقد ذكرنا أن أنماط الزراعة ثلاث، وهما الزراعة البسيطة البدائية، الزراعة الكثيفة، الزراعة العلمية الواسعة. ثم ذكرنا أهم المحاصيل الزراعية في قارة آسيا، وقلنا أن المحاصيل تقسم إلى غذائية، قمح وذرة وأرز، وألياف وهي الجوت والكتان والقطن، ومحاصيل تجارية وهي المطاط الطبيعي والشاي وقصب السكر. ثم ذكرنا أهم الدول إنتاجا للمحاصيل في قارة آسيا، وقلنا أن دولة الصين تحتل المركز الأول في إنتاج القمح والذرة والأرز بالنسبة للمحاصيل الغذائية. ثم بالنسبة لمحاصيل الألياف، نجد أن دولة روسيا في القطن هي المركز الأول، ودولة الصين في المركز الأول في الكتان، ودولة بنغلاديش المركز الأول في الجوت. وأخيرا بالنسبة للمطاط الطبيعي، ذكرنا أن الأولى إندونيسيا، والشاي الصين، وقصب السكر دولة الهند. وهكذا أعزائي الطلاب، نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أرجو أن تكونوا قد استفدتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية.